مرحبا. بونجور. كيف اليوم؟ نحن بالثالث نهار من الهايكينج. نحن هلا هون بعنا بليمالات بليكونتامين، نمنا بهذا الجيت. ما في خبركم قد ايه حلو هذا الجيت، بنصحكم اذا عملتوا تور دي مون بلان ليمالاز تجوا تقعدوا فيه. شي جوليات عن جوليات اوكي. نحن اليوم فقط بنهار الثالث، اليوم التريل تبعنا 17 كيلو. عندنا اليوم طلعة كتير قوية، بنوصل على altitude 2466. الإليفيشن جين تبعنا بوزيتيف عندنا 1321، والدنيفلي نيجاتيف عندنا 600 باندول. ورح نقطع بكول دي بونام والكرو دي بونام، ورح آخر شي نوصل على راجا هونيك. رح يجي الشاطر يخدنا تنروح على روزلان، بعدها ما رح ننام. خليكم معنا بهذا النهار. في كامبينج سايت لكل اللي بيكونوا عاملين باك باكينج بيقدروا يناموا هون بالتنت. نحن عم نمشي على الفارومان على طريق الرومانية، وهلأ هون في كنيسة رح نروح نشوفها. هيدي الكنيسة هي نوتردام دو لاغورج. نحن هلا على الطريق الرومانية، وهذا الطريق انعملت لحتى يسهلوا تبادل البضاعة بين الفاليدولار والبوفورتان، وهي كانوا يستعملوها قبل الرومان بس بقى اسمها هيك طريق الرومانية. هيدا جسر الروماني، والارتفاع هون 1425 متر. نحن هون بالريزيرف ناتوريل تبع الكونتامين مونجواك، هي اعلى ريزيرف بفرنسا وفي لها 4 ايتاج. نحن بعد عم نمشي على الفوارومان، وبعد عم نطلع صوب الكول دو بونام. على اليمين نقطع الكول دو لا فونيتر، نحن رح نكفي على الشمال لحتى نوصل على الكول دو بونوم. وصلنا على هيدا البوان، رح ناخذ بريك صغيرة وناكل سناك تبعنا. عنا ساعتين وربع للكول دو بونوم وثلاث ساعات للكرو دو بونوم.
شو الوضع؟ شو الوضع؟ مش طالع حسون. طالعين. نحن هون تقريبا على 2040. هلا رح ناخذ بريك الاكل هون الغداء. مثل ما بتشوفوا الكل قاعد عم بيرتاح والبنات كمان. صحتين. نحن هيدي النقطه اللي نحن فيها هلا هون اسمها تيمولوس بلان دي دام على 2043. كل جبنام على جميل ترسان فيتناف. بهذا الدايركشن صار المون بلان يلي هو 4810. عندك أحسن. نحن وصلنا على كرو دي بونوم على 2466. نحن بلشنا ننزل نزول من بعد ما خلصنا وصلنا على 2466. هلا عنا دنيفلي نيجاتيف تقريبا 722 لحتى ما نوصل على راجا. هونيك رح يلاقينا الشاطل. نحن هون حد رفيوج كرو دي بونام عنده هون فيو كتير حلوة. نحن صرنا على اخر التريل، خلصنا لليوم، هلا رح نوصل على الرجاء ورح يكون الباص ناطرنا لحتى ياخذنا على الاوتيل تبعنا. نحن من بعد ما خلصنا الهايكينج تبعيتنا اليوم وصلنا على شاليه دوروزلان على كول دو ميراييه وفي حدنا هيدي اللاك كثير حلوه.